لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. انا جيت بفضلكم في 10,000 مخالفة يبقى في 10,000 انسان تم القبض عليهم. الكاميرا دي خلصها في منت، بس عشان خاطركم انتوا هعمل لكم الفقرة كاملة. يا غبارك يا معلم زرجانة. طيب يا شباب، النهاردة عندنا حكاية لذيذة كده ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف. يلا بينا. اسمعوش كلام حد غيري، انا راجل لا بكتب ولا بلف وادور. انا فدي عندك حق. ولا ليا مصلحة غير بلدي. سمعتوا اذاعة البي بي سي؟ بلدي بس. شايفين اللي مؤاخذة المليارات زي الكوتشينة. المليارات يا دكتور مصطفى زي الكوتشينة. هم 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 هم. الدول اللي بتقول لنا انتوا ليه ما بتدوش حقوق للناس؟ انا بحب العب بالبيضة والحجر، اكسر الحجر واكل البيضة. حقوق ايه؟ متأكد ان احنا في الهند؟ في الهند. وانك عميل في الهند؟ في الهند. ومين ده؟ جوز الهند. بايدا ذاهب لتنفيذ وعده باعتزامه حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار. والسبب تردي وضع حقوق الإنسان في القاهرة. حبنا بآخر نقطة انت ذكرتها عن ملف حقوق الإنسان. ما تقولولنا حاجة يا جدعان، أي كلمتين بس وعلى طول، يعني أخوكوا مزنوق. لأن ده موضوع مهم أوي، ودايما لما بلتقي مع يعني في مؤتمرات من مثل هذه المؤتمرات يتم طرح السؤال ده. اشمعنى دلوقتي طناش يا الله زعيم أوانت أنا بقى ولا إيه؟ لأن أنا أدعوك وأدعو معك كل من يهتم بهذا الأمر ويجي يزورنا في مصر. يلا معاك في أي مكان، صحرا كان أو بستان، أي حتة، المهم أمان. وإحنا هنتيح له فرصة إن هو يلتقي بكل ال بالجميع. نادر عليا لو ربنا رجعنا مصر بسلامة. لا اعمل كل دير تحت باب البيت. وانا نادر عليا لو رجعت مصر اشيل الكل دير ده. لا لازم تزوروا مصر. وانا يمكن لما بيجوا مصريين المان بقول لهم من فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا منهم. كل الناس بدون تدخل من جانبنا. يا حبيبي يا روحي يا بيبي، حطك في جيبي يا ابن الحلال، دعونا نعمل في صمت. ها نعمل في صمت. انا كل اللي بطلبه منك انك انت تنقله نقل حقيقي فقط الى الرأي العام في المانيا. هل فعلا في مصر في حرص شديد على الحريات ولا لا؟ ده انا طالبه منكم، لما حد يسألكم عني هتقولوا له والنعمة ده رئيسنا كويس. ها هتقولوا له ايه؟ هشتكنا وبشتكنا يا ريس، ده انت رئيس والنعمة كويس. يا مدلعنا يا مشخلعنا، قول لعدوك روح اتليس. هشتكنا وبشتكنا يا ريس. انا عارف مصر زي ما انا شايفكم كلكم قدامي كده، وعارف علاجها برضو زي ما انا شايفكم قدامي كده. لك يا خال ما تفتحش الشراعه او الدبان دخل، ما احنا ما نعبيهاش للدبان ونقول ده قدر الرحمن. يا خال انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم. الله يخرب بيتك يا جميل، مش كنا جبنا حرامي غسيل وخلاص على قد ايدينا؟ ما ينفعش يا وسيم بيه، كنا هنحتاج سطوح وانت لا سنك ولا لياقتك يسمعوا كده. مش عارف اهلك، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. حدد موقفك معايا بالظبط. انت قاعد جنبي اياه ما تباشر بيك، ما قعدك فسوخة جنبي. ده احنا مصر اللي عملناها من سنة ونص، اجمالي المبلغ اللي اتجمع فيها 4.7 مليار. تعيش وتملى الصناديق. منهم مليار من الجيش. الصندوق ده بعد كل مهمة كل واحد فينا هيتبرع فيه باللي جود بيه نفسه. ده لو كل يوم 10 مليون من ال 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب 10 مليون جنيه. اتبرع؟ حلوه الفرح دي. طيب قصور رئاسيه، امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسيه وهعمل. ربنا يطول في عمره يا رب. انت بتدعي لمين؟ للريس كافور. انت بتحبه؟ ومين ما بيحبهوش؟ ربنا ينصره على مين يا عديل؟ لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، فقراء قوي. طحنت
قوي. مبسوط قوي قوي.